أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد المرسلين، إنسان عين الوجود والسر لكل موجود، قاسم الأمداد الإلهية، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، والعام القادم إن شاء الله جميعا كده وكل مشتاق يحج بيت الله الحرام ويزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الخلوة والعزلة. الخلوة والعزلة دي عبادة قديمة لم يبتدعها الصوفية كما يقول بعض الناس، ولكن عبادة قديمة حتى قبل ما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى في الأمم القديمة كل أمة كانت لها أنبياء ونشأت فيها الخلوة. فعبادة قديمة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أنه قبل بعثته كان يخلو الليالي ذوات العدد، وكان يعتزل قومه صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من عباد العرب يعبدون الله على ملة سيدنا إبراهيم في خلوات قبل حتى ما بعث نبينا بقرون. ومعروف أن الرهبان وعباد اليهود والنصارى، وكانوا على حق في فترة من الفترات قبل ما بعث نبينا، كانوا يعبدون الله أيضا في خلوات وفي عزلة وغير ذلك. فهذا الأمر مجرب على مر العصور أنه من وسائل الوصول إلى الله عز وجل، وجمع القلب والهمة والإرادة إلى الله عز وجل، وليست هي بدعة ابتدعها الصوفية كما يدعي بعض المدعين. يتكلم في هذا الباب على تعريف هذه الأشياء والمقصود منها عند علماء الصوفية. وعلى أي حال، العزلة قد تكون انفراد بالقلب دون القالب، وقد تكون انفراد بالقالب دون القلب، وقد تكون الانفراد بهما معا. يعني ممكن الإنسان يكون عايش في وسط الناس بجسمه، لكن هو قلبه في عزلة عما هم فيه، وده حال الكمل من الأولياء، لأن خلطتهم مع الناس بتجعلهم يوصلوا الناس إلى الله، فلا بد أن يختلطوا، لكن بعد أن يصلوا حتى يوصلوا غيرهم، فيكون مختلط بالناس شبحا بجسده، ولكن منفرد عنهم باطنا بقلبه. وفي أحيانا تكون الخلوة تكون بالقالب دون القلب، يعني الإنسان يخلو ويقفل على نفسه مكان، أو يقعد في حتة بعيدة، لكن قلبه معلق بالدنيا، قلبه معلق بما تركهم، فتلاقيه خالي بجسده لكن قلبه ما زال منشغلا بغير ربه. وهذه أيضا لها نوع من الفوائد، لكنها لا تثمر الثمرة المطلوبة 100%، لكنها لها نوع من الفوائد. على الأقل يسلم المسلمون من لسان وادي، على الأقل يسلم من الكلام مع الناس، على الأقل يسلم له وقته، فهي برضو لا تخلو من فائدة، لكنها مش الفائدة المرجوة 100%. وفي العزلة اللي هي تكون بالقلب والقالب، ودي للمبتدئين، يعني يعزل نفسه وبقلبه وقالبه عن الناس حتى يتعلم كيف يجمع همته وكيف يسلم الناس من شره، لأن ما زال فيه شرور في نفسه، فهو يريد أن يعتزل حتى يسلم الناس منه، لا ليسلم هو من الناس، بل هو ليسلم الناس منه، لأنه ما زال عنده صفات سيئة ذميمة تجعله يسخر من هذا، تجعله يستهزئ بهذا، تجعله يؤذي هذا بلسانه أو بيده، فكل هذه الأشياء توبقه
فأراد أن يسلم الناس منه حتى يتحقق على الأقل بمقام الإسلام، وهو المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. فهنشوف هنا أقوال العلماء الصوفية الذين جربوا العزلة، وكل يصف العزلة على حسب حاله ومقامه الذي نقل الكلام عنه، ولذا قد تجد الكلام فيه نوع تنافر، لأن أحيانا بعض العلماء يصف العزلة بالقلب دون القالب، وأحيانا بعضهم يصفها بالقالب دون القلب، وبعضهم يصفها بالاثنين معا. فلا يعني تتعجب، فإن كل يصف حاله وتملي ما في القلب يرشح على اللسان. فيقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من خير معايش الناس كلهم رجلا آخذا بعنان فرسه في سبيل الله، إن سمع فزعة أو هيعة كان على متن فرسه يبتغي الموت أو القتل في مضان، أو رجلا في غنيمة له في رأس شعفة من هذه الشعاف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. وده محل الشاهد، هو جايب الحديث ده عشان محل الشاهد اللي هو الرجل الذي في غنيمة له في رأس شعفة من هذه الشعاف، يعني معتزل الناس في رأس جبل يعني، أو في بطن واد. ومعروف أن جبل المقطم هنا في مصر على مر العصور، لما تقرأ تاريخ الأولياء في مصر تجدهم كثيرين منهم كانوا يعبدون الله في سفح المقطم، وأحيانا على هضبة المقطم، لأنه كان ده بالنسبة لهم صحراء كانوا يعيشوا فيها يخلو فيها الناس. أو رجلا، يبقى خير الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير أنواع الناس رجلين، نوعين: رجل مستعد للجهاد في سبيل الله في كل لحظة، يسمع منادي يروح يجاهد طلبا لأن يقتل في سبيل الله ويستشهد في مظان القتل، أو رجل تاني في غنيمة يعني معتزل، وده محل الشاهد اللي جابه باب العزلة علشان النوع التاني ده، أو رجلا في غنيمة له يعني قليل من الغنم عشان يأكل ويشرب، دليل أنه هو بيتسبب تعبدا لله عز وجل لا توكلا على السبب، بل من باب إظهار ذل العبودية. فبين أن الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها لا يقدح في التوكل. أو رجلا في غنيمة له في رأس شعفة من هذه الشعاف، أو في بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني الموت. وقد يكون الموت هنا هو موت نفسه قبل موت أجله، يعني موت نفسه الأمارة بالسوء، موت صفاته الذميمة، فيحيا بعد ذلك الحياة التي فيها المعرفة، والتي فيها، لأن الإنسان قد يعتزل أولا ليسلم، أي ليسلم الناس منه، ثم يعتزل بعد ذلك ليغنم، أي ليغنم بوقته، ثم يعتزل بعد ذلك لينعم، أي لينعم بالفهوم والمعارف التي يتجلى الله بها عليه في حال ترقيه. فعلشان كده يقول لك في معتزل ليسلم، ومعتزل ليغنم، ومعتزل لينعم، أنواع يعني معتزلين. ليس من الناس إلا في خير، يعني ليس من الناس أحد من هؤلاء الناس إلا في خير، يعني أحد النوعين دول هو دول، ليس هو يعني من الناس إلا في خير. فهو ده ضمير يعني مقدر اسم ليس، ليس من الناس يعني ليس هو من الناس إلا في خير، يعني من أنواع الناس إلا في خير، أدي المعنى، والله أعلم. والحديث رواه ابن ماجه يمكن باللفظ ده، وروي في مسلم أيضا وفي غيره من كتب السنن. قال الأستاذ، لما يقول الأستاذ الشيخ عبد الكريم القشيري يقصد أبو علي الدقاق شيخه وحماه، لأنه تزوج ابنته أيضا،
قال الأستاذ: الخلوة صفة أهل الصفوة، والعزلة من أمارات الوصلة، لأن الإنسان كونه اعتزل وصار لا يأنس بالناس دليل أن صار أنسه بربه، فدليل الوصول. لكن الإنسان اللي هو يستوحش في الوحدة دليل أنه هو لا يركن لربه، فيحتاج إلى من يؤنسه في وحشته. إنما الذي يكون أنسه بربه فيجد أن أنسه مع وحدته، أدي المقصد، أن هي تدل على الوصلة. والعزلة من أمارات الوصلة، وتجد الإنسان حتى في لما كل ما ينضج في حياته، كل ما يصل لدرجة نضج في حياته، طبعا هو صغير يحب يلعب في النادي ويلعب مع العيال في الحضانة ويلعب مع العيال في الشارع، لأنه لسه طفل وربنا سبحانه وتعالى يديله ويخلق له أطفال يلعب معهم عشان يؤنسوه، ويخلق له صبيان يلعب معهم لما يكبر ويبقى صبي قدهم عشان برضه يؤنسوه، وبعدين لما يبقى شاب يخلق له شبان برضه على قده وفي نفس اهتماماته، تلاقي واد اهتماماته دين يخلق له ناس في الدين يؤنسوه، اهتماماته في اللعب يخلق له ناس في اللعب يلعبوه، وهكذا. لأنه ربنا يريد لكل إنسان إنه يعني يعطيه ما يريد، ربنا كريم. حتى إن أهل الفساد يجدوا أهل فساد زيهم يؤنسوه، وأهل الصلاح يجدوا أهل صلاح زيهم يؤنسوه. فشوف سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان ما يريد سبحانه وتعالى برحمته وفضله. إن أردت مثلا يعني حزين وعايز واحد دمه خفيف كده يقعد يروق عليك، ربنا يبعت لك واحد ابن نكتة يقول لك نكتتين كده، يا سلام تضحك وتنبسط وتروق. إذا أردت الحكمة ربنا يبعت لك واحد يقول لك الحكمة ويبصرك، وإذا أردت العلم تجد أن الناس ربنا موظفهم كده عندهم أن يعلموا الناس أحب إلي من أنهم يجمعوا الدنيا، مع أن العلم يعني تعليم الناس ما بيجيبش فلوس، لكن تجد ربنا برضو يزينوا على عند بعض الناس يقعدوا يعلموا الناس كده لوجه الله ومش عايز دنيا. ليه؟ علشان برضو ربنا يقيم الحج على كل عبد في كل مرحلة من مراحله، فربك بيأخذ بيدك على كل حال. لما تنضج أكثر تجد أن خلطتك تقل، كل ما بتكبر كل ما خلطتك تقل. ليه؟ لأن كل ما تكون قربت المعرفة ربك صرت ناضجا، لدرجة أن ساعات الواحد يبقى متضايق أن جاله ضيوف، أو متضايق أنه ارتبط بمعاد، أو متضايق أنه جات له مشاغل. ليه؟ لأنه يعني هيحرم من إيه؟ من أنه في حين أن كان زمان قبل كده كان لو ما عندوش حاجة بالتليفونات يدور على حاجة تشغله، ويدور على ناس تشغله، ويدور على ناس تمشي معه، وهكذا. فتجد ان العزلة علامة الوصلة، الوصول دليل انك انت وصلت الى النضج، بقى تحب انك انت تعتزل. زي ما قالوا ان من علامة الافلاس الاستئناس بالناس، زي ما قال سيدنا الشبلي، وهنشوف الحاجات دي برضه. فالخلوة صفة اهل الصفوة المصطفين، والعزلة من امارات الوصلة، ولابد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه في الأول. لازم، أصل الإنسان في بداية حاله مريض ومرضه معدي، وإحنا في المرض الحسي كأطباء لما يكون في مرض معدي بنعمل إيه؟ بنعزله، مش ده اللي بيحصل؟ واحد عنده كوليرا، واحد عنده جرب، واحد عنده جزام، عنده درن، أمراض معدية شديدة، تعمل فيه إيه ده؟ تقتله يعني؟ ما هو غلبان مريض مسكين عايز المساعدة، يبقى نعزله لحد ما يخف، وبعد ما يخف نقول له خلاص روح بقى اقعد مع اهلك. فالعزلة محتاجها المريد اولا في بدايته، لانه مريض، مريض مرض معدي، والمرأة على دين خليله، فهو حتى لو سبناه مطلوق في الدنيا هيلم حوالين الناس ويعلمهم الفساد، فنقول له لا تعالى بقى انت بقى تعالى تعالج الاول، علشان لما تنطلق في الدنيا تنشر الصلاح بدل ما تنشر الامراض، تنشر اليقظة والعظة في وسط الناس بدل ما تنشر الغفلة والمعصية في وسط الناس. وعشان كده بيقول لابد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه. فالكلام كلام معقول، لأن احنا بنعمله كده في أمراض الأجسام، فما بالك أمراض القلوب، وأمراض القلوب تتأثر أكثر من أمراض الأجسام. انت اقعد مع واحد كده فرحان ونشط كده وعنده بشاشة تجد قلبك يبش وينشرح، اقعد مع واحد مقبوض وبيعيط وتلاقي اتقبض، معدي واكتر من الزكام، اكتر من اللي يعطس قدامك وتكح بعد ما يعطس.
فالحاجات دي كلها معدية، أمراض القلوب معدية لا شك. أما تشوف واحد كده عنده إخلاص وهمة في العبادة، تلاقي نفسك يعني لوحدك كده، قمت اتوضيت وجبت قرآن وقعدت جنبه وتقعد تذكر ربك تتعدي منه. واحد تاني قاعد يلعب طاولة ومش عارف ايه بتاع، تعالى نلعب، تلعب معاه، وهكذا. فكل واحد تلاقي المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه، ثم في نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه. يبقى العزلة دي الإنسان محتاجها في البداية وفي النهاية وفي الوسط وفي كل الأحوال. وتجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن لنا العزلة 10 أيام كل عام على الأقل في العشر الأواخر من رمضان، تجد أنه ما حرمش أمته منها. يعني حتى لو لم يكن لك شيخ يأمرك بالعزلة، فلو سرت على السنة العامة لكل المسلمين بغير تخصيص أحد من المربين، تجد أنك أنت هتعتزل على سنة نبيك مرة كل سنة 10 أيام، اللي هي الاعتكاف في العشر الأواخر، وبيصحبها الصيام والذكر وقراءة القرآن والصلاة، علشان تعرف إزاي تحيي وقتك في عزلتك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اختار الوقت اللي تعتزل فيه عن الناس فتكون متعبدا ليل نهار، نهارا في الصيام وليلا في الذكر وصلاة التراويح وقراءة القرآن، علشان يدي لك هذا الملمح انك انت لابد تخطف نفسك من الدنيا حتى لا تنشغل بها بالكلية، فتتيقظ لما انت مخلوق له ولما انت قادم عليه. وعلشان كده روي عن بعضهم بيقول ايه، كنت اخلو اولا لاسلم. لاسلم يعني من اذاء الناس، من اذاء الناس، ان انا اذي الناس، يعني مش من اذاء الناس ليا، لانه ولا يرى في نفسه الخصوصية، بل يرى في نفسه انه هو مؤذي. يعني المريض لما بيجي يعتزل بيقول لك انا بعتزل علشان الناس ما تاذينيش، ولا هو علشان ما يأذيش الناس؟ هو عشان هو ما يأذيش الناس. كذلك اهل ايه، امراض القلوب، لما بيعتزل بيعتزل عشان الناس تسلم منه، عشان ما يعديش الناس بالكلام الفارغ اللي في اخلاقه. يبقى هو اولا يعتزل ليسلم، لانه الدل على الخير كفاعلي والدل على الشر كفاعلي. فهو لما هيختلط بالناس وعنده امراض القلوب وينشر فساده في الناس، هيصبح فساده متعدي. فبدل ما يبقى قاصر على نفسي، هيبقى قاصر على نفسي واللي قلدوه. طب ما الاحسن بقى يعتزل، يبقى استر له. مش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مش كده برضه؟ يبقى على الاقل يفوز بمقام الاسلام قبل ما يتحقق بمقام الايمان، ثم بعد ذلك يسير في مقامات الاحسان. فعلشان كده كان يقول كنت اخلو لاسلم فصرت اخلو لاغنم، فصرت اخلو لافهم، فصرت اخلو لاعلم، فصرت اخلو لاتنعم. يبقى تدرجات، المساله كلها تدرج. يبقى الانسان الاول بيخلو ليسلم، اي ليسلم الناس منه. ولا شك اذا سلم الناس منه سلم هو منهم ايضا. ومن حق العبد، فبيقول هنا ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزله عن ابناء جنسه، ثم في نهايته من الخلوه لتحققه بأنسه، بأنسه بالله. ومن حق العبد إذا آثر العزلة، من حق العبد يعني من الواجب على العبد، مش من حقه الذي يأخذه، أي حقه الذي يعتقده في نفسه. ومن حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره، ولا يقصد سلامته من شر الخلق. لانه هو لو قال انا بعتزل عشان اسلم من شر الخلق، يبقى هو زكى نفسه. وربك بيقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ما يمكن الناس غنمت لما انت اعتزلت، يا سلام، ده كسروا وراك قله، لان انت كنت هتعمل لهم مشاكل. ليه انت بتعتقد ان عزلتك هي علشان انت بس اللي تسلم والناس مش مهم؟ يعني وانت احسن من الناس؟ احنا قايلين ان الصوفي يعتقد في نفسه انه اقل الناس، لانه متحقق بان اي فضل فيه فليس من ذاته، بل هو من الله منه وليس من ذاته، بل اذا نظر الى ذاته وجدها لا تستحق اي شيء، بل هو محض المنه من الله عز وجل. ادي الصوفي الحقيقي اللي فاهم، انما غير كده عايز يتكبر على الناس، حتى لو خصه الله ببعض الخصائص
اعتقد ان هذه الخصائص نابعه منه فيتميز بها على الناس ويتخيل عليه. لكن المساله مش كده. ولا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى. ان يعتقد باعتزالي عن الخلق سلامه الناس من شره ولا يقصد سلامته من شر الخلق. فان الاول من القسمين. الاول اللي هو ان يعتقد سلامه الناس من شره نتيجه استصغار نفسه. والثاني اللي هو يعتقد سلامته من شر الخلق نتيجة شهود مزيته على الخلق. ومن استصغر نفسه فهو متواضع، ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر. يبقى هيبتدي خلوته متكبر؟ إيه الخيبة دي؟ يعني هيبتدي خلوته ويشرب سائل مرضه، طب متى يشفى من مرضه؟ إذا كان هو محطة المرض بتاعه قاعد يشرب فيه طول النهار يشرب فيه، كيف يتخلص من مرضه؟ أي حد يسأله أنت مختلي ليه؟ يقول أنا مختلي علشان أسلم من شر الناس. ليل نهار هو معتقد هذا، ليل نهار هو معتقد أنه فوق الناس، ليل نهار هو متكبر. حبطت أعماله دون أن يشعر، فلا يستشعر ثمرة الخلوة. ولا يترقى فيها، ليه؟ لأن في حجاب. كأن الدكتور يدي لك الدواء، وأنت بعد ما يدي لك الدواء تروح أنت شارب المرض تاني. يقوم الدكتور كل يوم يمر عليك يلاقي الاعراض هي مفيش، احتار، دليله احتار، واخد بالك؟ فالمساله كلها هي يعني سفر بالقلب اكتر ما هي سفر بالمسافه. ومن استصغر نفسه فهو متواضع، ومن راى لنفسه مزيه على احد فهو متكبر. ورؤي بعض الرهبان فقيل له إنك راهب، فقال لا بل أنا حارس كلب، إن نفسي كلب يعقر الخلق، أخرجتها من بينهم ليسلموا منها. هو ده اللي فاهم، أو ده الراهب ده طلع فاهم. بيقولوا له أنت راهب، يعني راهب يعني معتزل للناس لتخلو بالعبادة والذكر. قال لهم لا لا، ده أنا حارس كلب، أنا نفسي كالكلب العقور بتعقر الناس، فأنا أخرجت نفسي من بينهم وجالست أحرسها عشان ما تعقرش احد. ومر انسان ببعض الصالحين فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه، فقال له الرجل لما تجمع عني ثيابك، ليست ثيابي نجسه. يعني مر ببعض الصالحين فهو قاعد جنبه كده ثوبه جعل ثوب، فلقى الشيخ الصالح ده بيلم ثوبه منه، فبيقول له لما تجمع ثيابك عني، ليست ثيابي نجسه. فقال الشيخ وهمت في ظنك، ده انت اسأت الظن بي، ثيابي هي النجسة، جمعتها عنك لئلا تنجس ثيابك، لا لكي لا تنجس ثيابي. ده بالعكس، ده أنا اللي ثيابي نجسة بأخلاقي الذميمة وخفت أن تعديك، فأنا جمعت ثيابي عنك مخافة أن أعديك. زي واحد عنده وباء، واحد عنده وباء خايف لحسن حد ثوبه ده يلبسه غيره لا يمرض، أما يبقى واحد عنده جرب وتلبس ثوبه تهرش بعدها، تهرش على طول تلاقي نفسك هرشت زيه. فهو بيجمع ثيابه مخافة أن يصيبه. ومن آداب العزلة، يعني قبل العزلة بقى، قبل ما تعتزل لازم حاجات معينة تعملها، أن يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده. لأن في العزلة هتيجي لك رؤى، هتيجي لك بعض البشارات بسبب اجتهادك في العبادة، هيجي لك بعض الأفكار التي تراودك في ذهنك وفي قلبك أثناء عزلتك، لأنك هتخلو مع نفسك. فإن لم يكن هناك ضابط لضبط هذه الأشياء تفتن، تأتيك الشبه جوه قلبك فتفتن. فلا بد أنك أنت قبل ما تعتزل تتعلم أمور التوحيد الأساسية، ما هو الذي يجب على الله، وما هو المستحيل في حق الله، وما هو الممكن في حق الله، وما هو الواجب في حق الأنبياء، وما هو المستحيل وما هو الممكن، وما هي الأمور السمعية المعلومة من الدين بالضرورة، اللي هي أصول عقيدة المسلمين. حتى إذا طرأ عليك أمر من الأوامر وأنت في عزلتك، أو شبهة من الشبه وأنت في عزلتك، لا تسير مع هذه الشبهة وتكبر في قلبك فتعتقد خلاف الواقع وتظن أنك وصلت وأنت لم تصل، بل بالعكس تكون قد ارتكست وانتكست. وعلشان كده يجب في الانسان قبل ما يعتزل يبقى عارف اصول التوحيد، على الاقل يبقى عارف عقيده العوام. عارف انت عقيده العوام دي؟ كده قصيده كده في
في أصول العقائد المسلمين، كانت مؤلفينها للأطفال وسموها عقيدة العوام، يعني المفروض إن أي عام من المسلمين يبقى يعرف. هي شعرا سهلة كده ممكن تقعد تترنمها، وإذا أردت أوسع منها تقرأ الخريدة البهية لسيدي أحمد دردير ومشروحة، وشرحها سيدي السباعي، الشيخ السباعي، وشرحها الشيخ الصاوي، سيدي أحمد دردير نفسه شرحها، وشرحها الدكتور علي جمعة هنا، والفقير إلى الله شرحناها في مسجد قايتباي من أكثر من 5 أو 6 سنوات ومتسجلة. الأمور دي كلها هامة ليه؟ هو ليه ناس فتنوا بمذهب ابن تيمية؟ ابن تيمية ليس بيننا وبينه أي عداوة، لكن هو كأي عالم من علماء المسلمين يؤخذ منه ويرد، زي بقية علماء المسلمين ما يؤخذ منها ويرد. ليه علماء عصر ابن تيمية وقفوا ضد ابن تيمية؟ مش احنا اللي وقفنا، ده هم اللي وقفوا ضده وهم اللي سجنوه. سجنوه ليه؟ عشان ما ينشرش ايه؟ خلافه الذي نشره بين الناس وخالف به اجماع اهل السنه في عصره. ليه الناس فتنوا بابن تيميه وكلامه في هذا العصر بعد ما طبع كلامه؟ انه ما كانش عنده اساس بسيط في العقائد اريء الاول، عشان لما يجي يقرا كلامه يعرف ايه اللي خالف فيه الاجماع وايه اللي ما خالفش. فاللي جاب الكتب بتاعته وقراها اول مره وكان هو مش قاري حاجه قبل كده، اسس التوحيد ولا عقائد المسلمين، تجد انه يتشرب الكلام اللي بيقوله بدون ما يعرف ان ده مخالف، ويفتكر ان هو ده الحق، ويطلع ان النقط دي مخالفه وهو ابتدعها وتاثر فيها بالفلاسفه. والعجيب ان الاشياء اللي ابتدعها جعلها ان ده فهم الصحابه، هو نفسه تاول على الصحابه وقال ان الصحابه فاهمين كده وكل المسلمين فاهمين كده، وجم الاشاعره بعد كده فهموا غلط، وقعد يعيب في الاشاعره اللي هم اهل السنه، ويعيب في الماتريديه اللي هم اهل السنه والجماعه. وبعدين بعد كده الناس اللي صدقوا ابن تيميه في كل حاجه بعد كده بقوا يراجعوا كتب التراث ويعلقوا على الامام النووي وعقيدته، ويعلقوا في الهوامش، ويعلقوا على بعض الصحابه وعقيدتهم، ويعلقوا على الامام ابن حجر وعقيدته، ويعلقوا على السيوطي وعقيدته. ليه؟ لانه تصوروا ان ابن تيميه ده هو المقياس والميزان اللي يزن به كل علماء المسلمين في كل عصر، وكان المسلمين كانوا لا يعلمون اصول التوحيد حتى سنه 700 هجريه لما جاء ولد ابن تيميه وجاء بهذا الدين العجيب. فده كله منشأه ايه؟ منشأه ان هو ما عرفش اصول علم التوحيد في الاول ولو حتى بطريقه مبسطه، علشان لما يجي يقرا. يعني انا هقول لك حاجه مما خالف ابن تيميه فيه اجماع المسلمين في العقائد، هدي لك امثله وازاي تخيل على الانسان المسلم اللي ما قراش او ما حضرش مجالس في العقيده. هو قال بالقوه الكامنه، قال بالقوة الكامنة، وبدع الأشاعرة أنهم نفوا القوة الكامنة. الأشاعرة يقولون ومن يقل بالقوة المدعى فذاك بدعي فلا تلتفت. هو قال بالقوة المدعى، وقال بقى حد يصدق أن النار لا تحرق بذاتها؟ لأن الأشاعرة قالوا أن النار لا تحرق بذاتها، وأن الماء لا يغرق بذاته، وأن الطعام لا يشبع بذاته، وأن الماء لا يروي بذاته، وأن السكين لا تذبح بذاتها، بل الله هو الخالق يخلق الذبح عند ممسة السكين للمذبوح، ويخلق الإحراق عند ممسة النار لما تحرق، ويخلق الإغراق عند انغمار الذي يغرق بالماء، وهكذا. فالله هو الخالق في كل حال، أما الأشياء فلا تفعل بذاتها، لأن لو نسبنا إلى الأشياء الفعل بذاتها لقلنا أن هناك فاعل مع الله، وعقيدة أهل السنة أن الفاعل هو الله، كويس. فاتريق عليهم ابن تيمية، اتريق عليهم قال لا، ده ربنا خلق النار وخلق فيها قوة الإحراق فجعل فيها قوة مدعى، وقال ذلك وخال على ناس كتير. كل الوهابية اللي ماشيين ورا ابن تيمية بيقولوا بالقوة المدعى، يقولون بالقوة المدعى، وهم بدعيين. قال لك فذاك بدعي فلا تلتفت، ده نصوا عليها قبل ما يجوا يتسموا وهابية أصلا. يعني الحاجات ده متألف قبل ما ينتشر المذهب الوهابي اللي هو نشر فكر ابن تيمية. لو كانوا الجماعة اللي هم تأثروا بالمذهب الوهابي دول قاريين عقيدة العوام البسيطة دي، ما كانوش التفتوا لكلام ابن تيمية ده. ده حتى الناس العوام يقولوا ايه؟
لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، لان ما فيش قوة مدعى. يعني فعلك انت عند قتلك للانسان، فعلك ده لا يقتله، اللي قتله هو الله. فهمت ازاي؟ ادي عقيدة العوام بيقولوها امثلة بسيطة. هم قالوا لا، فعلك القاتل، فعلك المؤثر، فجعلوا هناك مؤثر مع الله. تصور، ويدعوا ان ده مذهب السلف ومذهب الصحابة. شفت قد ايه الضلال؟ ان هم يقولوا الحاجة اللي هم فاهمينها خطأ ويدعوها على الصحابة، يقوموا يبوءوا باسمين، اسم نشر الخطأ والاسم الثاني الافتراء على الصحابة، ثم الاسم الثالث غيبة جميع علماء المسلمين يغتابونهم. وعشان كده تلاقي منزوع من وجوههم النور، ومنزوع من عبادتهم الحلاوة، يتعبدوا كثيرا ولا يشعرون بحلاوة عبادتهم. ليه؟ لوجود هذه الأمراض كلها فيه. وعشان كده أدي لك أنا مثال آخر للأمثلة اللي قالها ابن تيمية في كتبه وخالف بيها أهل السنة والجماعة، والناس مش واخدة بالها وبيقولوا وراه، يقولوا وراه. ولما قالوا بالقوة المدعى دي انبنى عليها إيه؟ إن نسبوا أن النبي ينفع بذاته في حال حياته، أما بعد وفاته فلا، لأن هي مسألة فكر القوة المدعى دي هي خلاص سيطر عليه. فطالما الولي ينفع بذاته لقوة مدعة فيه حال حياته، فإن مات فلا ينتفع به. فالقوة المدعى انتشرت بعد ذلك في كل حاجة، نظرتهم للحياة نفسها، فجعلوا الولي لا ينفع بعد وفاته. ليه لا ينفع بعد وفاته؟ لقوة مدعة فيه حال حياته. فهمت ازاي؟ كما انك لا تنتفع بالنار بعد انطفائها، كما انك لا تنتفع بالماء بعد جفافه. هي المسألة كده، كلها مسألة كلها منتشر. لكن اهل السنة والجماعة طول عمرهم يعرفوا ان النافع هو الله والضر هو الله، ينفع على من يشاء، يعني يظهر نفعه على يد من شاء. فاذا مات الولي فالنافع هو الله، حي لا يموت. فالمسألة بسيطة، فعندهم لا فرق بين حياة الولي ومماته، لانك انت تلتمس النفع من الله على اي باب ارسله الله اليك منه هذا النفع. قد يرسل النفع ده على يد شيخ حي، قد يرسل النفع ده على يد ولي مات، قد يرسل النفع ده على يد حتى حيوان، حتى على يد يعني نظرة، على يد جماد. النجم مش جماد؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، مش كده برضو؟ فقد يرسل الله سبحانه وتعالى النفع على يد من شاء من اي باب شاء سبحانه وتعالى، لكن النافع هو الله. اما المظاهر تتفاوت، المظاهر اللي ظهر عندها النفع ده يتفاوت بس. وعلشان كده اهل السنة والجماعة لم يلتفتوا للفرق بين وفاة الولي وحياته ابدا، لانهم لم يقولوا بالقوة المدعى. لما قالوش اللي بالقوة المدعى، قالوا خلاص الحكاية سهلة بقى، النفع هو الله وهو الفاعل في كل حال، فالاعتماد يكون على الله لا على الولي ولا على النبي، ولكن من باب التذلل والعبادة ان انا الجأ لابواب الرحمة. ربنا جعل الانبياء ابواب الرحمة، لازم اروح لهم. ربنا جعل الاولياء ابواب الرحمة بعد غياب الانبياء، لازم اروح لهم. واخد بالك؟ زي ما ربنا جعل الماء سبب للري ولا يخلق الري، يبقى لما اعطش اروح للمية، ما اروحش للكوكاكولا، ما اروحش اشرب شوربة واقول انا عطشان. طب بتروح للمية ليه؟ لان ربنا خلق الري عندها، فلما خلق الري عندها اذهب اليها. وانا ذاهب للماء ابقى ذاهب الى ربي، لانه ذاهب الى سبب ربي. فهمت المسألة بقى؟ ادي المسألة. فربنا جعل الهداية لإيه؟ في عند الأولياء، والهداية عند الأنبياء، فذهبي إليهم ذهب إلى الله، لأنه جعله باب له موصل إليه. فلما أهل السنة والجماعة فهموا المسائل دي كلها، لم يجدوا غضاضة ولا شرك في زيارة الولي حي أو ميت، ما تفرقش عندهم، لأن الله هو الفاعل. لكنه شوف انبنى عليها القول بالقوة المدعى، انبنى عليها تشريك الأمة، وانبنى على هذه البدعة العجيبة، إن غيروا فكر الناس وخلوا الناس تنظر للامور نظره غريبه الشكل وفي منتهى السطحيه لا يعرفها المسلمون من قبل. فكفروا اباءهم، وكفروا امهاتهم، وكفروا مشايخهم. ليه؟ لان قالوا بالقوه المدعى، واعتبروا نفسهم هم اهل السنه وغيرهم بدعيين، وهم في الحقيقه هم البدعيين. كل ده مبني على ايه؟ على ان هم ما درسوش قواعد التوحيد اولا. قرأوا الكتاب لاول مره وما درست قبل كده، فخالت عليه المساله. قال بالتحيز، وصف الله بالتحيز ابن تيمية، وبالحدود وبالجهات وبالمماس على العرش وغير ذلك، لم يقل بذلك أحد أبدا.
وجعل صفات الافعال هي صفات الذات، ولم يفرق بين صفات الفعل وصفات الذات. فصفات الذات قديمه وصفات الافعال مظاهر حادثه. انت مش مخلوق، انت اثر لصفه الخالقيه. فالخالقيه دي صفه لايه؟ صفه لله عز وجل، صفه فعل، صفه فعل لتعلقها بحادث بمخلوق. فهمت ازاي؟ فاذا كان العرش مخلوق فالعرش ده مخلوق، يبقى الاستواء الذي تعلق بالعرش استواء متعلق بفعل، فيبقى صفه فعل، فما يجعلش صفه ذات. فهمت ازاي؟ فيقول لك العرش استوى على العرش بذاته، ليه؟ دي صفه فعل مش صفه ذات. طب وقبل العرش كان ايه؟ كان كما قبل العرش، بعد العرش زي قبل العرش. فلم يفرقوا بين صفات الافعال وصفات الذات فضلوا وضللوا الناس. فانت المساله، لكن علشان كده لما تيجي قبل ما تعتزل وتقعد تتعبد بقى، اقعد الاول اتعلم اصول علم التوحيد، اقرا فيه وتعلم وتعلمه على مشايخ موثوق فيهم، علشان بعد كده لما تيجي تعتزل وحد يجيب لك منشور زي المنشورات اللي بيوزعوها دي في كل حته، تعرف ايه الضلال اللي فيه من غيره، علشان تعبد ربك على بصيره. ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره، انا ومن اتبعني. يبقى اللي اتبع النبي بيعبد الله ويدعو اليه على بصيره، انما انت هتروح تعبد ربك مش على بصيره. اي كتاب واي كلام تقراه تفتكر ان هو ده اهل السنه والجماعه، هو اي شيخ يقول لك ان اجمع العلماء على كذا تصدقه؟ ما لازم تبقى عارف ايه مواطن الاجماع وتبقى عندك هذا. ادي كلام الشيخ هنا، شوف كلام الشيخ مهم ازاي. بيقول لك ايه؟ ان يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده. دي مهمة جدا، دي اصل من الاصول. والا هتقعد تعبد ربك، يجي لك اي هاتف، يجي لك نور كده وانت قاعد في ضلمة بتذكر، يطلع نور وهو الشيطان اللي جالك على ايه نور، يقول لك يا عبدي رفعت عنك التكليف، تقول الحمد لله وصلنا. جهل. مش ده اللي بيحصل عند بعض جهلة العباد؟ حصلت في بعض العصور عند بعض جهلة العباد، وقال لك احنا خلاص رفع عنا التكليف، وهو الشيطان اللي رفع عنهم. فهمت ازاي؟ مش رب العالمين. لكن لما حصلت مع سيدنا الجنيد قال ايه؟ قال اخسأ يا لعين، عرفوا انه اشتنى على طول، لان سيدنا الجنيد عالم، تعلم العلم قبل ان يخلو، تعلم العلم قبل ان يتربى ويربي نفسه، تعلم العلم قبل ان يسلك مسلك الاراده، وعلشان كده وصل. حتى اللي اعترضوا على الصوفيه ما عرفوش يعترضوا على علماء الصوفيه، اعترضوا على جهال الذين نسبوا للصوفيه وليسوا صوفيه، اعترضوا على كلام بس. لكن العلماء منهم محدش اعترض. حد اعترض على كلام سيدي عبد القادر الجيلاني؟ محدش اعترض، لانه كان عالم فقيه محدث. وسيدنا الجنيد حد اعترض عليه؟ محدش. السرير السقطي حد اعترض عليه؟ محدش. وكل دول كانوا علماء اجلاء، فهموا الاول الامور ثم بعد ذلك سلكوا سلك الاراده فتربوا ووصلوا، فلم يخالفوا اصول الشرع الشريف. وعلشان كده قبل ان تسلك هذا المسلك اللي هو مسلك التصوف، يجب عليك أن تأخذ من أصول العلوم. مش تقول لي أنا أعرف أتوضأ وخلاص، أنا بقيت أعرف أتوضأ وأعرف النجاسات يبقى كفاية عليا أروح أعتزل وأعرف أركان الصلاة. لا، مش كده وبس. أنت هتروح تعرف أنت بتذكر مين، وتعرف مين رسولك ده ومقامته إيه وحلاوته إيه، عشان تحبه، عشان تتعلق بيه. هو أنت هتقعد تصلي على النبي وأنت ما تعرفش قدر النبي؟ لما تصلي على النبي وأنت عارف قدر النبي تلاقي يزداد حبك فيه. وهتعرف قدر النبي منين الا لما تعرف خصائص النبي؟ هتعرف قدر النبي منين الا لما تقرا سيره النبي؟ هتعرف قدر النبي منين الا لما تعرف مواقف النبي؟ واخد بالك؟ كل الحاجات دي محتاجه الاول تطلبها قبل ان تعتزل وتخلو بنفسك حتى ترتقي بعد ذلك، والا يبقى انت بتبني على غير اساس. واللي بيبني على غير اساس اي ريح هواء من الفتنه او الشبهه تضيعه، زي اللي بيعمل قصر من الرمل كده على شط البحر، يجي لك شويه موج يسويه على الارض كانه ما عملش حاجه. لكن اللي بيبني على اساس متين حتى لو الموج جه ورجع يقوم يغسله ما يضيعوش، ده ينضفه. عشان كده تيجي الشبهه للعالم تزداد يقين، وتيجي الشبهه للجاهل تزيده ايه؟ ابتلاء. زي الموجه لما تيجي على مبنى راسخ تعمل ايه؟ تغسل، تنضفه. فيزداد العلماء بريقا، ويزداد العلماء هيبة، ويزداد العلماء يقينا، ويزيلوا الشبهات عن الناس. ليه؟ بعلمهم الذي طلبوه أولا قبل طلب إرادته.
لكن البني ادم اللي ما طلبش الامر ده واستسهل العباده على طول بدون علم، اول ما تيجي الموجه زي اللي بيبني شويه رمل قصر خلاص تسويه كانه ما عملش حاجه. وعشان كده قالوا ان التسبيحه من العالم افضل من 1000 ركعه من جاهل. قال العلماء طول عمرهم قالوا كده. فعلشان كده احنا مش عايزين شويه دراويش يقعدوا طول النهار يعمل كده ويهز كده ويجيب سبحه. احنا عايزين ما يجراش حاجه، اعمل كده بس بعد ما تتعلم. اعمل كده واقنس بالذكر لكن بعد ما تتعلم. علشان انت كده هتفتن الناس، الناس هتلاقيك طول النهار ذاكر وعابد، لما تجي لهم الصبح يجوا لك يسالوك. لو ما عندكش انت علم هتضللهم. هتقول لهم كلام غلط. ده في ناس بتعتقد ان الروح قديمه. نفخت فيه من روحنا، يعني ربنا حل في الاكوان. عباد بيقولوا مثل هذا الكلام الباطل. لانه يقول لك نفخت فيه من روحنا. مش كده بقى نفخت فيه من روحي، الله. يقول لك روحي هنا النسبه، هنا نسبه تجزيء وتبعيد. راحوا في داهيه. ليه؟ لانه ما اتعلمش ان النسبه هنا نسبه تشريف وليست نسبه تبعيد. وان الروح مخلوقه وكل ما سوى الله مخلوق. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما النصارى فتنوا في سيدنا المسيح علشان نفخ فيها من روحه، قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اشمعنى ما عبدتوش ادم وبتعبدوا عيسى؟ ده ادم الفتنه فيه اشد، ده جاء من غير اب ولا ام. بتعبدوا عيسى علشان جاء من غير اب؟ طب ما تعبدوا ادم من باب اولى. طالما بالاجماع لم تعبدوا ادم يبقى عيسى من باب اولى. افهموا. فهمت ازاي؟ كل القياس الجلي والمفهوم الاولوي والحاجات دي كلها نبهنا عليها القران وعلمنا اياها القران. كل ده هتفهمه منين الا لو طلبت اصول علم التوحيد الاول قبل ان تسلك الطريق، علشان تزيل الشبه عن قلبك اولا وعن ذهنك ثانيا وعن المسلمين بعد ذلك. واحنا بقينا في زمن شبه وزلازل. الناس تبقى قاعده كده في امان الله، يسمع يفتح التلفزيون يلاقي شبهه قاعده بتتقال، يقعد على الانترنت يلاقي شبهه قاعده بتتقال. كيف يجيب على هذا؟ وكثير من المسلمين بيختل اسلامهم ويختل دينهم بسبب قراءتهم واطلاعهم على هذه الاشياء دون ان يكون عندهم اصل من الاصول يعتمدون عليه في قلوبهم اولا، فيعالجون ما يطرا على قلوبهم. فدي الامور دي هامه. عشان كده بيقول ايه؟ ومن اداب العزله ان يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده. دي مهمه. وعقد توحيدي ما تجيبش بقى كتاب التوحيد بتاع محمد بن عبد الوهاب تقراه. تروح تسال العلماء. اقرا ايه في التوحيد يا عم الشيخ؟ تروح للشيخ اللي انت تثق فيه، هو اللي يقول لك. هو اللي يقول لك تقرا الكتاب الفلاني. ولما تقابلك الحاجه الفلانيه مش فاهمها ابقى انا اشرحها لك. تقوم تمشي كده بما يرضي الله. انما تروح انت تنزل معرض الكتاب تلف كده كل ما تلاقي طبعه شيك كده وحلوه وجميله وتعجبك ورخيصه على قد فلوسك تروح تشتريها، وهي دي الدين؟ مش هو ده الدين. ده ياما كتب مليانه زباله وفيها كفر بواح بيتقال في وسطها وانت مش واخد بالك. وبعدين يعني انت ما بتقرا مثلا لابن تيميه ولم يفرق بين صفات الافعال وصفات الذات، وانت ما تعرفش الفرق بينهما. وبعدين يجعل صفه الفعل كصفه الذات قديمه فيقول بقدم الاكوان. وبعدين انت تعتقد هذا الاعتقاد وتعيش طول عمرك عليه وتقول بقدم الاكوان، لان الاكوان مخلوقه والله خالق بالقدم، فلا بد ان يكون هناك اكوان من القدم، فقال بقدم الاكوان. ولم يقل بذلك الا الفلاسفه، فهو مشي ورا الفلاسفه ويعيب على الاشاعره ويقول لك الاشاعره تاثروا بالفلاسفه. هو المتاثر، هو المتاثر بيهم. الاشاعره ما قالوش بقدم الاكوان ابدا، قالوا ان كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله. وفهموا ان روايه قبله هي روايه معه. هو حدد قال لك روايه قبله بالمعنى وروايه معه هي الحقيقيه. طب منين؟ منين بتتألى على الله؟ ابن تيمية يقول لك رواية قبله رواية بالمعنى، إنما الرواية الحقيقية رواية معه. الله، حاجة غريبة أوي. قصدي العكس، يقول بالعكس رواية قبله هي الرواية الحقيقية ورواية معه دي رواية بالمعنى، علشان يقول إن يثبت إن كانت معه أحداث لا نهائية. أحداث لا نهائية، أثبت مع الله الأحداث اللا نهائية. كل الحاجات دي للاسف احنا ليه قلناه واحنا ما كناش نحب نقوله؟ لانه بقى منتشر، بقت كتبه مكتوب مطبوعه في الاسواق وبتتوزع بالمجان على كل الناس بطبعات فاخره، والناس بتجي لها الكتب دي وما بتحبش تشتري كتب بفلوس، فتقعد تقرا دي متصوره ان كل ما الطبعه كانت كويسه وفخمه كل ما يكون الكلام اللي فيها صواب. المساله مش كده ابدا.
فنسأل الله السلامة أن يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه، ثم بعد ذلك يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرضه، بعد كده بقى يتعلم ايه الوضوء وايه انواع المياه وايه انواع النجاسات وايه الصلاة وفرائضها وسننها ورواتبها وكل الحاجات المتعلقة بيها، والصيام ازاي اصوم، والزكاة ازاي ازكي، والحج ازاي احج لما يجي يحج، ولما يحب يتجوز يعرف احكام الزواج وما هي اركان عقد الزواج وواجبات الزوجة وواجبات الزوج وحق الزوجة وحق الزوج، كل الحاجات دي يبتدي يتعلمها بقى، بس بيتعلمها على اساس اولي. ليكون بناء امره على اساس محكم. ادي المعنى الاساس المحكم. ليه؟ لان الحياة مليانة شبه ومليانة اعتراضات. ده الناس بتبقى قاعدة على القهوة بيشربوا شيشة وبيتكلموا في اصول العقائد. مش ده بتحصل؟ وبتناقشوا بيتدردشوا. يقول له انت ما بتعرفش تقرا؟ يقول له اه يعني ما النبي كان امي. الله. وهم بياخدوا نفس في الشيشة دخلوا في اصول عقائد. مش ده اللي بيحصل؟ فعاب في شخص النبي. عاب في شخص النبي لانه نسب النقص فيه الى النبي، والاميه فيه نقص وفي النبي كمان. يبقى الواحد لازم يبقى عارف ان الامور دي امور مش بتتقال كده في اي حته، ده بتتقال في كل مكان، ده ممكن تبقى وانت في محطه الاتوبيس، وانت في القطر، وانت في السوق، وانت بتبيع وتشتري. تتقال امور متعلقه باصول العقائد، فلازم تبقى عارفها، وعارف الشبه دي، والا هتشربها وتتشربها وتقع فيها وتبقى مسألة كبيرة. ليكون بناء أمره على أساس محكم. والعزلة في الحقيقة، الحقيقة بقى العزلة هي اعتزال الخصال المذمومة. اعتزال إيه؟ الخصال المذمومة. فالتأثير لتبديل الصفات، يعني أثر العزلة هنا جعله سبب تبديل الصفات المذمومة لا للثناء عن الأوطان. فليس الهدف من العزلة ان انا ابعد عن بالمكان، بل العزلة ان انا ابعد في المعنى، ابعد في المعنى عن الصفات المذمومة. ولهذا قيل من العارف؟ قالوا كائن بائن. ده تعريف احد تعريفات الصوفية، يقول لك كائن بائن، اي كائن مع الناس بجسده، بائن عنهم بخلقه وتصرفاته وفهمه وباطنه. بائن يعني مفصول منفصل، ادي معنى بائن. كائن يعني كائن مع الناس، تجده في وسط الناس بياكل ويشرب ويتعامل ويتاجر ويبيع ويشتري وكل حاجه قدام الناس ناس، لكنه في الاخر بائن عنهم في اعتقاده، في فهمه، في نظرته للاكوان، في حبه للانبياء وللصالحين، في اتباعه، في مراقبته لربه، في تحريه الحلال، فهو بائن عنهم. واشك كده لما نظروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان كائنا بائنا بين الناس، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فهو كائن بيننا ولكنه بائن عنهم يوحى إليه. فهمت إزاي؟ فأدي المعنى. فكل من كان على نهج النبي تجده كائن بائن، كائن في الناس يفتكروه رجل كسائر الرجال وهو ليس كسائر الرجال. كائن مع الخلق بائن عنهم بالسر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول البس مع الناس ما يلبسون، وتناول مما يأكلون. ولا لبسنا عليهم ما يلبسوا ما يلبسون، مش كده؟ ولا يلبسون؟ ما يلبسون بكسر الباء، يعني خلطنا. انما هنا يلبس بفتح الباء يعني يرتدي، ويلبس يعني يختلط. لبس يلبس ولبس يلبس، لبس يلبس يعني ارتدى يرتدي، واخد بالك ازاي؟ ولبس يلبس يعني خلط يخلطه، ففرق في المعنى، واخد بالك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ايه ما يلبسون، اي خلطنا عليهم ما يخلطون ويخلطون في امور النبوة. لكن هنا يقصد هنا ايه؟ البس مع الناس ما يلبسون بفتح الباء عشان تنطقها صح، مش كده؟ فحطها فوق عشان هو بيتكلم هنا لحسن تفتكر ايه. البس مع الناس ما يلبسون يعني خلط مع الناس ما يخلطون، تفهمها بمعنى غلط خالص. لا، هو بيقول لك البس اللي بيلبسه الناس، لان حتى لا تلبس ثوب الشهرة،
ثياب الشهرة منهي عنها. دلوقتي يلبس لك مش عارف لبس معين، هو ده لبس أهل السنة والجماعة، غير كده يبقى مبتدع. ما حدش قال كده. الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس ثياب أهل عصره، لبس ثياب أهل عصره، لبس الجبة الشامية والرومية ضيقة الكمين والحضرمية والحجازية، لبس كله. لم يبعث النبي ويدل الناس على تفصيلة معينة زي الترزي. النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثياب أهل عصره، ولو كان جاء في عصر بيلبسوا البدل كان هيلبس بدل. لبس ثياب أهل عصره صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعرف ناس شافوا النبي في الرؤيا لابس بدلة وكرافات، إيه رأيك بقى؟ ورؤية النبي حق. فمش مشكلة، هو يلبس ثياب أهل عصره. ونحن لا نستدل بالرؤى، لكن نستأنس بها فقط. لكن النبي في الواقع لبس ثياب أهل عصره. كلها، كل ثياب أهل عصره. فهمت المسألة؟ إنما تلبس بقى ثوب شهرة وتقول إن هو ده الدين بس، ما حدش قال كده. إسبال الثوب، إسبال الثوب بطريقة ما تلمش النجاسة، إن كان صار ثياب الناس كلها عرفا بقت بهذه الصورة تلبسه طالما لا تقصد الكبر والخيلاء، خلاص بقى صار مباح. لأن بقت كده ثياب الناس كلها، لأنك أنت لو أثرته الناس كلها هتتفرج عليك، فصار ثوب شهرة. لكن كان زمان غالبا بيعمل كده أهل الكبر والخيلاء، في زماننا إحنا ما حدش بيعمل كده الكبر والخيلاء خالص، ده هي العادة كده. ده أنت اتولدت لقيت العادة والعرف كده، طالما ما بتلمش نجاسة من الأرض خلاص البس. ادي معنى البس ما يلبسون، واخد بالك؟ لان النبي لبس ما لبس الناس، واكل مما اكل الناس، وشرب مما شرب، هي دي سنه النبي الحقيقيه. ولكن لا تاكل حراما ولا تلبس حراما، ما تلبسش حرير وما تاكلش محرم. ادي المعنى، كائن مع الناس فيما هم فيه من حسن العشره. البس مع الناس ما يلبسون، وتناول مما ياكلون، طبعا اذا كان حلالا، وانفرد عنهم بالسر، اللي هي علاقتك فيما بينك وبين ربك. وسمعته يقول: جاءني إنسان وقال جئتك من مسافة بعيدة، فقلت ليس هذا الحديث من حيث قطع المسافة ومقاسات الأسفار، فارق نفسك ولو بخطوة فقد حصل مقصودك. يعني واحد جاله مسافر له من مسافة بعيدة، سمع الأستاذ أبو علي الدقاق مربي فاضل جاله من بلاد بعيدة، فأول ما قابله قال له جئتك من بلاد بعيدة، قال له احنا الموضوع بتاعنا مش علم حديث تسافر له وتجمعه، لا ده احنا علم تربية. فارق نفسك ولو بخطوة تجد ما تريد، مش تفارق بالمسافة. فهو سفر أساسا من النفس إلى القلب، ومن القلب إلى الروح، ومن الروح إلى السر، ومن السر إلى مقصود الكل وهو رب العالمين. فهو سفر في المعنى وليس سفر في المسافة. لكن علم الحديث انت بتسافر له علشان العلماء متفرقين في اقطار الارض، فبتجمعه تسافر بالمسافات. فيقول له ليس هذا الحديث، يعني ليس هذا علم حديث تيجي تجمع اسانيد وتقابل الناس. احنا علمنا علم سفر في الباطن في المعنى، ان تسافر من اوصافك المذمومة الى اوصافك الحميدة، ثم بعد ذلك تتخلى عن الكل إلى المنعم الجبار سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك، فتستحي أن تعصاه بما أنعم عليك، ثم بعد ذلك تصير بالله وفي الله وعلى الله في كل أحوالك. هو ده السفر الحقيقي. أدي معنى كلامه. فقلت ليس هذا الحديث من حيث قطع المسافة ومقاسات الأسفار، فارق نفسك ولو بخطوة فقد حصل مقصودك. فقد حصل مقصودك. ويحكى عن أبي يزيد قال رأيت، أبي يزيد البسطامي قال رأيت ربي عز وجل في المنام. رأيت هنا يعني مش معناها الرؤية العينية، معناها الرؤية الإلهامية، رؤية قلبية إلهامية مش محسوسة. يعني يأتيه هاتف في المنام ويستشعر أن هذا الهاتف هو لسان الحق، فيقول رأيت ربي. ادي المعنى، مش معناها يعني هيشوف حاجة او يشوف ايه ويشوفه ازاي، لا يتقال ايه ولا ازاي في الحاجات دي. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده قال رأيت ربي في المنام في احسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الاعلى، فقلت الله اعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقلت يختصم في الكفارات او الدرجات. يبقى قال رأيت ربي اهو، بنروي بالمعنى يعني. ويحكى عن أبي يزيد قال رأيت ربي عز وجل في المنام، فقلت كيف أجدك يا الله، يعني كيف أصل إليك، فقال فارق نفسك وتعالى.
لانه اقرب اليك من حبل الوريد. الحاجب بينك وبينه هو نفسك، هو اقرب اليك من حبل الوريد. اذا سالك عبادي عني فاني قريب، لكن انت اللي بعيد. هو قريب وانت اللي بعيد. فهمت ازاي؟ انت بعيد بشهواتك، بعيد بحجابك، بعيد برغباتك، بعيد بالاكوان وما شغلت قلبك به. فالبعد منك انت مش منه هو سبحانه وتعالى. فقال: فارق نفسك وتعالى. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت ابا عثمان المغربي يقول: من اختار الخلوة على الصحبة ينبغي ان يكون خاليا من جميع الاذكار الا ذكر ربه. يعني لا يذكر شيء الا الله طالما عايز الخلوة بقى. انما يروح يخلو بعدين قاعد يحلم بامور الدنيا، ما ينفعش. ما تروح بقى للدنيا، ادام عايز الدنيا روح للدنيا. زي ما دخلوا على سيدنا ابو الحسن البصري بيشتكوا له من الشيطان، فقال لهم: ده الشيطان لسه سايب المكان هنا وجاي بيشتكي منكم. ده هو اللي جاي يشتكي منكم. قالوا له ايه؟ بيقول ايه؟ قال لي: اتركوا لي الدنيا اترك لكم الاخره. ادي الكلام. من اختار الخلوة على الصحبة ينبغي ان يكون خاليا من جميع الاذكار الا ذكر ربه، وخاليا من جميع الارادات الا رضا ربه. يعني يبقى كل همه الارادات، هي الهم، هي العزم، هي القصد. ادي معنى الارادة. فيخلو همه وقصده وعزمه من اي شيء الا انه يرضي ربه، وخاليا من مطالبة النفس من جميع الاسباب، ولا يطالب نفسه بأي سبب. يعني ما يطالبهاش بقى ايه؟ هتاكلي ايه النهارده؟ نفسك في ايه؟ عايزه تشربي ايه؟ عايزه تنامي على ايه؟ لا، يخلو من هذا كله. اللي ربنا ييسره لك خلاص تاخده. الاكله اللي يديها لك كسره خبز، مع الحمد لله. كباب ما فيش مانع. حلاوه حلو، الحمد لله. ما فيش الحمد لله. ادي المعنى. يعني ما يسره لك وخلاص. انما مش تقول شويه انا عايز اكل ايه وانا نفسي في ايه وانا الكلام ده، بقى خلاص سيب الخلوه يا ابني بقى وروح اقعد في مطعم. ما ينفعش انت تخلو. فهمت؟ ادي معنى كلامهم يعني. وخاليا من مطالبه النفس من جميع الاسباب، فان لم يكن بهذه الصفه فان خلوته توقعه في فتنه او بليه. ليه؟ لانه هيقعد في الخلوه قاعد متعلق بالاكوان، يبقى هو ما استفادش، بس خسر الدنيا وخسر الاخره. طب خلاص بقى، لو هتخسر الاثنين طب اكسب حاجه فيهم بقى، اكسب حاجه فيهم، ويطلع بقى مارس في الدنيا زي بقيه الناس. يمكن تكسب وتعمل تبقى شيخ بندر التجار ولا حاجه، وتبقى راجل من الاغنياء، تمشي الامور معاك. ويقول لك ايه؟ البليه لعبت، ولا بيقولوا عليها ايه؟ يا البليه لعبت. وقيل: الانفراد في الخلوه اجمع لدواعي الثلوه. وقيل: الانفراد في الخلوة أجمع لدواعي السلوى. يعني كل ما تنفرد عما سوى الله، مش مسألة انفراد هنا بالشبح بس، كل ما تنفرد عما سوى الله كل ده يجعلك عندك صبر على الخلوة وتصبر عليها وتستحليها أكثر. وقال يحيى بن معاذ: انظر أنسك بالخلوة أو أنسك مع الخلوة؟ أنسك بالخلوة أو أنسك معه في الخلوة؟ ده بقى إيه؟ ده بيخش للناس اللي في الخلوة بقى بعد ما عملوا كل دي. مرحلة تانية بقى، دي مرحلة أعلى بقى. بعد ما حققت الشروط والآداب وخلاص، وما فيش أي تعلق في القلب إلا إلى الله، وحققت العلوم المطلوبة للخلوة، ثم بعد ذلك لم تنظر الى اسباب النفس والى متطلباتها وبقيت في الخلوة، انسك بقى في الخلوة بالخلوة ولا مع الله في الخلوة؟ انت بتأنس بالخلوة نفسها ولا بتأنس بالله في الخلوة؟ شوف بقى، سؤال تاني دقيق، سؤال تاني بقى دقيق، دي مرحلة تانية. انظر: انسك بالخلوة وانسك معه في الخلوة، فإن كان أنسك بالخلوة ذهب أنسك إذا خرجت منها، وإن كان أنسك به في الخلوة استوت لك الأماكن في الصحاري والبراري. يبقى أول ما يبقى أنسك به في الخلوة
دي علامة الخروج من الخلود. ادي المعنى. يبقى طول ما انت بتأنس بالخلوة خليك في الخلوة لحد ما ترتقي الى ان تأنس به في الخلوة، فلا يضرك بعد ذلك حتى ولو كنت في وسط الناس فانت صار انسك بالله، فهتكون في الخلوة حتى وانت مع الناس. ادي معنى كلام. تبقى الخلوة في الجول. كائن بائن. نرجع تاني المعنى كائن بائن. واخد بالك؟ سمعت محمد ابن الحسين يقول، سمعت منصور ابن عبد الله يقول، سمعت محمد ابن حامد يقول، جاء رجل الى زيارة ابي بكر الوراق، فلما اراد ان يرجع قال له اوصني، فقال وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة، وشرهما في الكثرة والاختلاط. الكلام ده لو سمعته بس وما جيتش اي دروس علم طول عمرك كفاية، بكلمك جد، بس تتحقق بيه. اصل الحكاية مش كثرة كلام، انك تتحقق بالكلام وتجعله سلوك. وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة. القلة اللي هي القناعة يعني. لأن من هو الولي؟ الولي ليه تعريفات كتير. أشهر تعريفاته وأسهلها هو الذي تولى الله بالطاعات وباجتناب المعاصي ولم ينهمك في الملذات. اللي تتوفر فيه الثلاثة دول بقى ولي. واحنا بنتكلم في الملذات هنا اللي هي المباحات، لانه اصلا بعد عن المعاصي. فهمت ازاي؟ فالولي الحقيقي هو الذي تولى الله بالطاعه وتجنب المعاصي ولم ينهمك في الملذات، صار وليا. والملذات نقصد بها المباحات، يعني تقلل من المباحات بقدر الحاجه وبقدر الضروره، هو ده بقى الولي صحيح. وعلشان كده هو نفسه بيعرفك هنا. فقال وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان ممكن يبنوا له قصر؟ وكان عنده من الأموال اللي يبني بها قصور، ومن غير أموال لو طلب من الله لكان أسكنه في قصر ببناء الملائكة يبنهوله. بحكاية سهلة، لكن المسألة زي ما جمل أحد الصحابة وكان مستجاب الدعوة، لا أذكر اسمه الآن، وجدوه كده عايش في قلة وكان دعوته مستجاب. كانوا لما يجوا يحاربوا يقولوا ادعي لنا بس عشان بتاع، يقول اللهم ارزقنا اكتفاهم، ينتصروا عليه ومجربينه يعني، حاجه متجربه. فدخلوا عليه مره لو قاعد بياكل في كسره كده، كسره خبز مش لاقي حاجه يغمسها بيه، فقولوا ادعوا الله كده يوسع عليك كده وتاكل كده زي ما انت عايز وتعيش. فراح ما ردش عليه ومسك لهم حصى، حصايا من على الارض، وقربها لفمه كده وقال كلمتين هم ما سمعوهاش، وبعدين ورى لهم لقوها ذهب. قالوا له هي ذهب، لكن انا لا اريد ان يكون غناي بالذهب، اريد ان يكون غناي برضاي بما قسمه الله. دي مساله ثانيه. ادي مساله العلم بالله، مش مساله لان ده وارث حقيقي للنبي، لان النبي عرضت عليه الجبال تبقى ذهب وفي يد غير تراب اب، فده الوارث الحقيقي اهو. هي ده اللي ماشي على الخلافه المحمديه. فهمت ازاي؟ انما حكايه بقى الرياش الزياده ده والحاجات دي مش من خلق اهل التصوف. ان يسره الله لك ما فيش مانع، لكن لا يتعلق قلبك به. لا يتعلق قلبك به. فقال وجدت خير الدنيا والاخره في الخلوه والقله، وشرهما في الكثره والاختلاط. وسمعته يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت الجريري وقد سئل عن العزله فقال: هي الدخول بين الزحام. يا سلام، هو بيتكلم هنا على العزلة ايه؟ بالقلب دون القالب. العزلة بالقلب دون القالب، يعني تبقى في وسط الناس وانت معزول عنه. فهمت ازاي؟ فقال: هي الدخول بين الزحام وتمنع سرك الا يزحموك. هي دي الشطارة، هي دي الرجولة، تبقى في وسط الناس والناس كلها منهمكة وانت منهمك معهم ببدنك، ولكن قلبك منهمك بربك. ادي الخلوة الحقيقية بقى عنده. وتعزل نفسك عن الاثام، يبقى تمت ترع تعزل نفسك. العزلة انك تعزل نفسك عن الاثام المعاصي،
ويكون سرك مربوطا بالحق، وسرك يكون كل ربطته بإيه؟ برب العالمين سبحانه وتعالى. وقيل من آثر العزلة حصل العز له. تنفع كده برضه، أراها سيدنا العروسي كده، وأراها سيدنا أبو زكريا الأنصاري، من آثر العزلة حصل العزلة. الاثنين صح، لكن شفت هي كلمة واحدة، واحد يقراها صح والتاني يقراها صح، وده معنى وده معنى، ودي برضو من أسرار اللغة. من آثر العزلة حصل العز له، مش كده برضو؟ العز بالله وبذكره وبطاعته وبالفهم عنه. وقال سهل لا تصح الخلوة إلا بأكل الحلال. يبقى عايز علم اهو، طالما الخلوة لا تصح إلا بأكل الحلال يبقى لازم أعرف الحلال من الحرام، وأعرف ما يحل كسبه مما يحرم كسبه عشان تبقى عزلة صحيحة. ولا أنا ألم رشاوي من الناس وتاجر في المخدرات وأبيع بضاعة مغشوشة وبعدين ألم أموال وبعدين أبني لي جامع وأقول أنا هعتزل وأعمل لي في أوضة وأقول أنا هقعد في خلوة، يبقى أونتجي، يبقى أونتجي، لأن العزلة لا تصح إلا إيه؟ بالحلال أولا. يبقى وأنا مش هعرف الحلال إلا لما أدرس، أعرف باب الربا علشان أتجنبه في المعاملات، وأعرف باب البيوع المحرمة علشان أتجنبها إن كنت تاجر، وأعرف أبواب الكسب الحلال علشان أحصل رزقي منها، وأعرف إزاي ما أغشش المسلمين، وأعرف إيه أنواع النجش وأنواع الغبن وأنواع مش عارف. كل الحاجات دي لازم أعرفها علشان أحصل الحلال. يبقى المسألة عايزة علم بقى، مش حكاية خلوة أخش أوضة وأقفلها على نفسي وخلاص وانتهينا على كده. طب وبعدين؟ وبعدين؟ وأنت بتتغذى من حرام أو من شبهة، وبعدين؟ لا تصح الخلوة إلا بأكل الحلال، ولا يصح أكل الحلال إلا بأداء حق الله. يا سلام، حتى لو جمعت أموالك من حلال وما أدتش حق الله فيها من الصدقة والزكاة تبقى كأنك بتاكل حق اليتيم والفقير في وسط مالك. فهمت إزاي؟ يبقى لازم تأدي حق الله، يبقى لازم تعرف. وبعدين أنت راجل الحمد لله حصلت أموالك من حلال، لكن في ديون بينك وبين الخلق ما ردتهاش، وبعدين قاعد بتقول انا باكل من حلال. طالما ما ردتش الديون وانت في ساعه، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. شفت قد ايه ظلم؟ يبقى انت قاعد متلبس بالظلم وتقول لي انا قاعد بخلو وبذكر. تذكر ايه؟ يقول لك اصل انا بطلع عمره كل رمضان وهو واكل حقوق الايتام. عمرتي ما تقعد هنا ودي الايتام حقوق احسن من 100 عمر. فهمت ازاي؟ ده كل ده ناتج عن الجهل بالله والجهل بشرع الله. لكن لو عرف شرع الله يعمل الأولويات، يوم ساعتها تلاقيه يعني يرتقي في عبادته مع الله، الارتقاء اللي هو يستشعر فيه حلاوة العبادة. وقال ذو النون المصري لم أرى شيئا أبعث على الإخلاص من الخلوة. يبقى دي فوائد الخلوة للإنسان في الأول اللي عايز يحصل الإخلاص، يحاول إيه يخلو بنفسه بقدر الطاقة، لأن ده بيخليه يعمل أعمال بعيدة عن أنه يرى الناس فيها ويرى ويرائي فيها الناس. يبقى هنا سيدنا ذو النون المصري بيكلم المبتدئين كويس، وكان سيدنا منصور ابن عبد الله بينقل عن الجريري اللي هو اللي هي الخلوة في الزحام، بينقل عن الواصلين حال الواصلين. يبقى واحد بيكلم للمبتدئين واحد بيكلم للواصلين وهكذا. وقال ابو عبد الله الرملي ليكن خدنك الخلوة، يعني رفيقك هو الخلوة، وطعامك الجوع، يعني مش تجوع نفسك لما تموت، يعني ما تشبعش لما هتخلو بقى، كل بقدر الطاقة بقدر الحاجة لا بقدر الشبع. ليه؟ عشان تنشط ونومك يقل تقوم تستفيد بوقتك. ما احنا بنقول لك تخلو لتغنم، تغنم بوقتك. لو هتاكل بقى في الخلوة للنهار وتشبع هتنام طول النهار، خلوة ايه بقى وانت قضيت 12 ساعة نايم؟ ده هم عايزين يستفيدوا بكل وقت لهم، يغنموا فيه بالذكر وبالطاعة وبقيام عبادة الوقت. لما قلنا اتكلمنا في الوقت، وطعامك الجوع وحديثك المناجاة. والمناجاة غير المناداة، المناجاة غير المناداة، المناجاة للواصلين والمناداة للعابدين. العابد ينادي طول النهار قاعد، انما الواصل قاعد كده ساكت ما بيتكلمش لكن قلبه لا يهدأ مع الله.
فالمناجاة لغة القلب والمناداة لغة اللسان، والاثنين مطلوبين، الذكر اللساني والذكر القلب مطلوب، لكن يغلب على العباد في بدايتهم المناداة ويغلب على الواصلين في نهايتهم المناجاة. هذه المسألة. وحديثك المناجاة فإما أن تموت وإما أن تصل، أن تصل لله سبحانه، مش كده برضو؟ ما عندك إله؟ بس أنا ما عنديش حاجة، نحط إله بقى، أنا مكتوب أن تصل الله سبحانه. طيب كويس، أن تصل إلى الله، أنا قلت يمكن لله وفيها ألف زيادة، معنى واحدة إلى واللام تمشي حلوة برضو نفس المعنى. وقال ذو النون ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة كمن احتجب عنهم بالله. يا سلام، مش سيدنا ابن عطاء الله بيقول في المناجاة بتاعته في الآخر كده، وارجعني إليهم بكسوة الأنوار، يعني يدخل الأول بنفسه في خلوته فيعود بعد ذلك بالله بكسوة الأنوار. هذه اللي معنى أنه صار محتجبا بالله. ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة كمن احتجب عنهم بالله. سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت جعفر بن نصير يقول، سمعت الجنيد يقول، مكابدة العزلة أيسر من مدارات الخلطة. يعني المعاناة اللي بتجدها في العزلة من الوحدة أخف من مكابدة أنك أنت تداري الناس. تداري الناس يعني تعامل الناس بقى كل واحد تعامله بالطريقة اللي تعجبه، فده يحبك أما تقابله تبشر له حتى ولو كنت مضايق تبشره، وده يحب أنك أنت يعني تشكر فيه شوية تشكر له، وده يحب أنك تعزمه تعزمه، وده يحب أنك تهديه تهديه، وده يحب أنك أنت تبعت له جواب تبعت له جواب، وده يحب أنك أنت تعيد عليه بالتليفون تعيد عليه بالتليفون، فطول النهار قاعد بتعامل الناس مش عايز حد يزعل منك. فبيقول لك مدارات الناس دي اصعب من مكابدة العزلة. وقال مكحول ان كان في مخالطة الناس خير فان في العزلة السلامة. وطبعا درء المفاسد مقدم على على جلب المنافع، فالخير منافع والسلامة درء مفاسد، وعلشان كده كان هو بيرجح لك في كلامه هنا العزلة. يعني بيقول لك إن كان في مخالطة الناس خير، يعني فيها جلب منفعة، فإن في العزلة السلامة، يعني السلامة من المضار، واخد بالك إزاي؟ ويبقى إيه؟ كأنه هو هنا بيرجح العزلة. وقال يحيى بن معاذ الوحدة جليس الصديقين. الوحدة جليس الصديقين، يعني جليسك هو الوحدة. أصل العجيبة حتى من ناحية الألفاظ تلاقي الوحدة لا ثانية لها من لفظها، واخد بالك ازاي؟ يعني ما تقول واحد تقدر تقول واحدين، غير قابل، الواحد لا يقبل معه شريك، ثم ما ينفعش يبقى اثنين ابدا من نفس لفظه. والاثنين هل يقبلوا الاثنين تجيب منها مفرد؟ اثنين تجيب منها مفرد من لفظها؟ لا تقبل. فعلشان كده لا يكون المخلوق، لان هناك خالق ومخلوق فبقى اثنين، فلا يكون هناك مخلوق بغير خالق، ولا يكون مع الخالق احد. فشوف ما يعني العبره من الالفاظ، العبره من الالفاظ نفسها، حتى الالفاظ يعني لما تقعد حتى بباب التثنيه والجمع توصلك لربك من باب المثنى والجمع من الالفاظ نفسها. يعني ربنا حتى عصم لفظ واحد انه يقبل التثنيه من جنسي، اللفظ نفسه، وإن كان اللفظ مخلوق، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى عصم هذا اللفظ حتى أنه يدل على المعنى الثنائي، وعصم لفظ اثنين أنه يأتي منه واحد من جنسه، علشان لا يوجد مخلوق بغير خالق، ولا يوجد كون بغير مكون. فهمت إزاي؟ لأن هناك خالق ومخلوق، هي في الآخر الحكاية كلها خالق ومخلوق. فهمت؟ فاضل دقيقتين.
وقال يحيى بن معاذ: الوحدة جليس الصديقين. سمعت الشيخ أبو علي الدقاق يقول: سمعت الشبلي يقول: الإفلاس الإفلاس يا ناس، يعني احذروا الإفلاس، الإفلاس الإفلاس يعني احذروا الإفلاس. فقيل له: يا أبا بكر، ما علامة الإفلاس؟ قال: من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، لأنه حيفلسوك، لأن كل رأس مالك وقتك، كل رأس مالك وقتك، والناس هيضيعوا منك وقتك، يبقى تفلس. صح كلامه؟ كلامه مظبوط أهو. وقتك هو ده رأس مالك اللي أنت بتستثمره في طاعة الله عز وجل. هتجتمع مع الناس تضيع هذا الوقت، يبقى فلست، ضيعت مالك. وقال يحيى بن كثير ابن أبي كثير: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راياهم، يعني رآهم يعني. والمدراء غير النفاق. المدراء منها الرسول يقول: نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. يبقى ايه المدراء؟ انك انت تظهر ما ليس في قلبك تأليفا لقلب ايه المدارة، تأليفا لقلب الانسان اللي امامك، تخفي ما في قلبك مثلا من بغضه، وتظهر له المحبة حتى تؤلف قلبه للإسلام. فهمت ازاي؟ لانه تجده مثلا يبغض اهل الصلاح، بيبغض اهل الصلاح ويبغض اهل الإسلام، فانت لو عاملته بما في قلبه هتبغضه. تقوم انت ما تظهرش بغضك له في قلبه، لا، اول ما تشوفه تبش استئلافا له حتى يحب اهل الصلاح، ثم بعد ذلك يكون من اهل الصلاح. دي اسمها مداراه غير النفاق، غير المداهنه. المداراه مطلوبه والمداهنه حرام، المداراه مطلوبه والمداهنه حرام، والاثنين في ظاهرهم واحد، لكن الفرق بينهم ايه؟ فرق دقيق في الفروق. ان المداهنه تكون من اجل دنيا، والمداراه من اجل دين. المداهنه من اجل دنيا، والمداراه من اجل دين. انت بتداهن رئيسك في العمل علشان يرقيك، وانت ما تستحقش الترقيه، يبقى اسمك مداهن، وده حرام. فهمت؟ لكن انت بتداري رئيسك في العمل عشان ده مسيحي كافر بيكره المسلمين، فانت بتعامله معامله طيبه لعله يحب المسلمين، لانك انت قريت ايه: ولا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا. فانت خايف تعامله معاملة فيها غلظة فتفتنه اشد، وتحسسه ان المسلمين دول وحشين قوي، يقوم يزداد تشبشا بكفر. فهمت ازاي؟ فانت بتعامله بالاحسان من باب انك انت تداريه لعلك تؤلف قلبه، يبقى انت بتعبد ربك. لكن التاني بيتقرب اليه ويفتن على زمايله المسلمين علشان هو التاني مسيحي، عشان يعاقبهم، علشان يتقرب اليهم يرقي عليهم، يبقى ده بيداهنه، والمداهنة حرام. فهمت بقى الفرق؟ في الصورة قريبة لبعضها، لكن في الباطن. والمداراة تكون بقول كلام فيه تعريض، والمداهنة قد تقتضي الكذب. فهمت؟ انك تكذب عليه. ففي فرق كبير بين المداهنة والمداراة. النبي دار ولم يداهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. النبي لم يداهن ابدا، ولكن داراهم صلى الله عليه وسلم، كان يعاملهم بالاحسان ويعاملهم بالرفق، ولا يغلظ عليهم الا احيان قليله يغلظ عليه، لكن كان في الغالب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداري الكفار حتى يحسن اليهم فيحبوه فيدخلوا في دين الله. وعشان كده دار المنافقين، داراهم صلى الله عليه وسلم، داراهم ولم يداهنهم، كان يعرفهم بالاسم، ما رضاش يقتلهم لتاليفا لقلوب الناس فيدخلوا في الاسلام، والا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. ادي الفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة بقى دي اللي هتخليك مع الناس كتير، هتؤدي انك انت تضطر انك انت تعمل لهم حساب. واحنا عارفين ان الراجل الصوفي ده عايز قلبه ما يبقاش فيه الا ربه، عشان كده بيقول له ان الخلطة أأمن بقى، لان مش كل واحد يقوى على المداراة والمواظبة عليها دون مرائية، مش كل واحد، دول الكمل بس اللي يفضل مراقب قلبه بحيث يفضل في المداراة دون ان يرائي. اما الذي لم يكمل حاله فالمداراة تنقلب عنده إلى مرآة. فهمت إزاي؟ فلازم إنه إيه يراعي المسألة دي. من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راياهم. يبقى سيدنا يحيى بن معاذ هنا بيحبذ العزلة لأهل البدايات. ونقف عند هذا، نكمل إن شاء الله
يوم السبت القادم. في سؤال بس، هل يجوز للذي يعمل خلوة، هي كتبونا حلوة لكن هي خلوة، ما هي الخلوة حلوة بقى، أن يعمل خلوة، أن ينعزل عن الناس وعن صلاة جماعة، وما صفة الخلوة الصحيحة؟ لو كان في مكان لا تقام فيه الجماعة يبقى لا تجب عليه الجماعة. وعشان كده كانوا العلماء زمان لما كانوا يحبوا يخلوا، يخلوا في البرية حيث لا تقام جمعة ولا جماعة، حيث لا تقام جمعة ولا جماعة، فيبقى لا يأثم. ما كانش يخلو بشبحه وقلبه إلا في البرية، البراري البعيدة، حتى لا يطالب بجمعة ولا جماعة، يبقى مش مطالب كده. فهمت ازاي؟ وبعدين لما ينتهي يجي بعد كده يبقى بيحضر الجمعة والجماعة. ادي المعنى. يبقى انت لو اردت ان تخلو بدون جمعة وجماعة يبقى تخلو في اماكن لا يقام فيها جمعة ولا جماعة، وان اردت ان تخلو في مكان في جمعة وجماعة تخرج للجماعة وتعود، وتخرج للجمعة وتعود، فقط طالما ايه واجب عليك الجمعة، الا ان تكون مريض بمرض يمنعك من حضور الجماعة، كسلس بول او انفلات ريح او شيء من الاشياء، الحاجات اللي هي من الاعذار التي تبيح عدم الخروج الى الجماعة، او مصاب بخر ريحة نفس وحشة بتأذي المسلمين، يوم يقعد بقى يصلي الواحد احسن، او شيء من هذا. كل دي يعني تقراها في كتب الفقه، الاعذار التي ايه يعني تمنع حضور الجماعات، ان كل ده ان الجماعة واجبة على الكفاية او على الاعيان او على السنة على التأكيد، على الخلاف في المذاهب، والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.